هذا هيدي كلها صفط زبيدي لمعة. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا عليك يا رب. في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن السمكة الشعبية والمحببة لدى أهل الكويت والخليج. طبعا هذه السمكة اللي هي الزبيدي. أصدرت قرار موسم حظر صيد أسماك الزبيدي، ومن 1/6 ل 15/7 تقريبا 45 يوم. هي ذروة التكاثر عند أسماك الزبيدي داخل المياه الإقليمية، والقرار طبعا ممنوع حمل الشباك المستخدمة على الطارات، ممنوع تداوله، ممنوع بيعه خلال الفترة هذه. موسم تكاثر الزبيدي يكون من شهر 5 إلى شهر 10. طبعاً بداية 5 يكون للأحجام الكبيرة الناضجة، ويعني يمتد تقريباً إلى نهاية شهر 7، ومن بعد 7 اللي خلينا نقول الأحجامهم صغيرة راح تكبر ودش في مرحلة النضوج للتكاثر. الزبيدي من ضمن القرارات هذه هي منع الصيد داخل منطقة جبل الكويت اللي المنطقة اللي تمتد من راس السالمية لفيلتشة، ومن فيلتشة لراس البرشة، والخور الصبية معهم باعتبار المنطقة هذه يعني مثل جبل الكويت كأنها منطقة ذات طبيعة خاصة وحاضنة الأسماك، والأسماك تدش داخل تنزل تقط بيضها داخل. ومنطقة الثلاث أميال من جميع السواحل الكويتية وسواحل الجزر. وصلنا للجانب العملي لصيد الزبيدي، معانا أبو هدى وماهر ومحمد مخرجنا وأبو عبد الله. الحين بنقط الليخ الغزل. يلا يا ماهر. يلا يا رب. يلا. الدراسات والابحاث اللي اجريت مشكوره عن طريق معهد الكويت للابحاث العلميه، والله يقويهم ويعافيهم. درسوا هذا السمكه الشعبيه في الكويت، واتضح انها هي موجوده في شمال الكويت الى تقريبا المنطقة الوسطى اللي قبال سلوى، وتتمركز تقريبا في المنطقة اللي تقابل راس الأرض الى ابراج الكويت وبامتداد السواحل الكويتية. هذا
طبعا الموضوع يبي له فن وتكنيك، لان انت تقط هذه نهايتها، يبي له سرعه وانت تقط الليخ وسرعه طراد. حسب الدراسات والابحاث اللي تمت في العالم السويدي يوفرسن، اطلق على سمك الزبيدي اسم البامبوس. طبعا سمك الزبيدي له ثلاث اجناس متشعب ومتنوع. صلي صلي والله كريم شهداء لقمة العين. هذا البامبوس أرجنتوس الزبيدي الكويتي. طبعا لينا نشوف الزبيدية، هي بالأصل لونها سيلفر، بس مع الاحتكاك في الليخ أو الغزل هذا اللون الفضي يروح. شوف هذا بيدي، طبعا الزبيدية تتكون هذه الزعنفة الظهرية وهذه الزعنفة الشرجية وهذه الزعنفة الصدرية. هذه الزعنفة الصدرية هي اللي مركز القوة والقوة العضلية لسمكة الزبيدي. ليش هي مصدر القوة؟ لأن أفادت المعلومات أن سمكة الزبيدي تسبح باتجاه مستقيم، يعني بطول، لي بغت تمشي هي تعتمد بس على هالزعنفة هذه والزعنفة هذه، كأنهم مجاديف يصيرون. وإذا حبت أن تلف السمكة تستخدم الذيل، الذيل فقط للالتفاف أو الدوران فقط لا غير. إدارة الرقابة البحرية تختص في عملية تنظيم الصيد داخل مياه الإقليمية الكويتية من خلال جولات تقوم فيها إدارة الرقابة البحرية عن طريق الزوارق وعن طريق الأقسام الموجودة في اللي تغطي المياه الإقليمية الكويتية في عندنا المنطقة الشمالية وفي المنطقة الوسطى وفي المنطقة الجنوبية. عن طريق دوريات تراقب عملية الصيد على مدار الساعة. أقل طول مسموح تداوله وبيعه 20 سنتي من بداية السمكة للذيل في المنطقة هذه 20 سنتي هو أقل طول مسموح صيده، مسموح تداوله داخل السوق وبيعه. حسب العالم السويدي أطلق على النوع من الأجناس اللي هو البامبوس أربع أنواع، اللي هو البامبوس جينوسيس والبامبوس إيكو جونستر والبامبوس أرجانتوس والبامبوس سينوروس. طبعا لجينا نتكلم عن الاسم بامبوس، طبعا هذه باللغة البرتغالية وتعني اللي هو الفضي أو اللام. ما عندي كلام، وهو اللون الفضي مع الاحتكاك سبحان الله قاعد يروح خفيف ويروح بسرعه. رخصة الطراد 40 ليخ، الليخ هو الشبك او الغزل المستخدم في صيد الاسماك. بالنسبه لمواصفات الليخ المستخدم في صيد اسماك زبيدي، هذا الشبك اللي قلنا عنه اللي هو متعدد الشعيرات، لو افردها هذا تبين هذه من ثلاث شعرات. هذه ثلاث شعرات وانه طبعا هو مرئي يبين اوضح من الشعره الواحده. هذه تعتبر عين واحده.
حالات العين تقريبا 140 ملي او 5.5 بوصه فتحه العين. اللي يعني مكون من اللي هو المد العلوي ومد سفلي. هذا اللي يخبيتنا ايه له طرفين. حلو، كلمنا عن الطرف اللي عندك. هذا المد العلوي. ايه زين، يصير فيه تشيبالا. حلو، تشيبالا عشان ترفع عليه فوق، تشيبالا اللي في اللينا و كرب. صح، ايه بس الهدف انه يطفح الغزل، يطفح الغزل فوق. ايه، والمد الطرف تحت يصير فيه رصاص. ايه، رصاص ينزلها لتحت يعني مدها لتحت، يسمتها. طبعا هذا هذا ينقال للمسو. في التشيبالا اللي هي ترفع العده اللي فوق، تعطي قوه الطفو فترفع العده، وتحت يكون في يا رصاص او صخر ينزل العده. غالبا في عده الفيدي ان قوه الطفو اكبر من هذا عشان تطفحها فوق. هذا سحبنا الليخ وان شاء الله يبين علينا الزبيدي. هذا لخمه بينت معانا في الليخ. طبعا اللخمه راح نردها بحر. السمكه اللي موجوده في الخليج العربي اللي هو البامبوس ارجنتوس، طبعا هي امتدادها في تتواجد في شمال الخليج العربي في دوله الكويت، وانحاء شمال الخليج العربي امتدادا الى شرق اليابان مرورا بالخلجان والبحار في شبه القاره الهنديه وجنوب شرق اسيا والصين وكوريا والعديد من الدول. وما شاء الله هذا زبيدية فرش، وشوفوا اللمعة والصفط قاعد ينزل، هذا سبب احتكاك في الليخ. هذه السمكة تتغذى على الهوائم الغذائية، طبعا الهوائم الغذائية ممثلة في العمود المائي اللي هو عن طريق البلانكتون والطحالب، اليرغات الصغيرة والبويضات الدقيقة. اللي بغت تاكل هي باتجاه عمودي، طبعا تبطل الفم، واثناء سباحتها يدخل الغذاء اللي هو ممثل في العمود المائي الهوائم الغذائية، والفك مالها هو ثابت، فإذا دخل الغذاء ينزل إلى المعدة عن طريق الطحن. فلهذا السبب إن هي غنية في غذائها ومعادنها. ما شاء الله اليوم رحلة مميزة مع الشباب. هذا ماهر وابو هدى والشباب، الله يعطيكم العافية. Thank you.
عبد الله ما شاء الله برزها لنا. هذه الزبيدية سمكة شعبية حلوة ولذيذة غنية بالمعادن والفيتامينات، والكبير والصغير يعرفها. طبعا سمك الزبيدي لينا نشوفه يسبح بمجاميع، ما يسبح منفرد، ونلاقيه بين المايتين دائما. سمك الزبيدي هو سمكه سطحيه صح، بس تكون بين المايتين، وصيدتها هم تكون بين المايتين. هذا هيدي كلها صفط الزبيدي لمعه. هذا الذهب الابيض. حسب الدراسات اللي تمت والابحاث تبين ان سمكه الزبيدي تتواجد في اي مكان في العالم، يتواجد فيها الانهار والمياه العذبه يعني، او الحلوه مثلا. طبعا هذه المياه الحلوه تكون مصبات يعني، والسمكه تتواجد فيها. مو معنات هذا يعني في كثير من انحاء العالم في مصبات، في دلتا انهار، بس الدراسات اشارت انها غير متواجده في بعض الاماكن في العالم. هذه كبيره ما شاء الله عبد الله، شوف التلفزيون. الله يقويكم ابو هدى وماهر، ما شاء الله يعني طريقه منظمه وبنفس الوقت يبي لها جهد. هذا الحين بنشوف صيدنا اليوم من السمكة الشعبية الزبيدي. هذا احنا بنهاية حلقتنا، ابو عبد الله جاسم وبدر، هذا صيدنا اليوم. وانا اتوقع يعني تراوح ما بين 30 كيلو الى 27، ايش رايكم؟ تقريبا الحلوه حلوه. بدر الحمد لله رزقه طيبه.